اليوم راح اخذ يعني كم شغلات بسيطه، هي انه موضوع الكالكوليشن بالاوتوكاد. كيف يعني تعمل كالكوليشن بالاوتوكاد؟ اكو طرق كثيره جدا خلوها بالاوتوكاد. طبعا هي من الاوامر مكرره كثير جدا، يعني يتعلم. فابسط شيء مثل عندنا الكالكوليشن، انا احصيته 8 طرق من طرق انه تحصل على الكالكوليتر او تعمل كالكوليشن. شو اسمه؟ يعني اكو موضوع بالاوتوكاد انا ما طرقته اللي هو لان ما هو من منهجكم، اللي هو اسمه الاوتوليسب. اوتوليسب كيف تعمل برامج ضمن الاوتوكاد، برامج ضمن الاوتوكاد هو موضوع بعد متقدم اكثر. الاوتوليسب اسمه. فواحد منها يعني عمليه الكالكوليشن. قلنا موضوعنا الكالكوليشن، واحد من الطرق انه تكتب بالكوماند كال، يعني اختصار لكالكوليتر، راح يطلع لك هذا هذول السهمين ومكتوب اكسبريشن. راح تكتب هون اي عمليه حسابيه، مثلا 6 + 9 اضفر الجواب 15، يطلع لك الجواب مباشره. هاي اول طريقه كال و كال اختصار، هاي اول طريقه. عندنا طرق اخرى اللي هسه هي راح اذكرها ضمن الاوتوليسب يسموها، وطبعا هاي حتى الكال هم ضمن موضوع الاوتوليسب، هي انه افتح قوس واكتب مثلا جمع، اراد مثلا الجمع فراغ 7 فراغ وسد القوس. قوس علامة الجمع الطرح ضرب قسمة الرقم الأول فراغ الرقم الثاني سد القوس انتر. الإجابة طريقة ثانية كويك كويك كالك كويك كالك، راح تطلع لك الحاسبة في الحاسبة. هذا طريقة أخرى، شوف بس كتبته كويك كالك. وعدنا بإمكان تستخدم الكيبورد اللي أنا ما أفضل كنترول 8، اللي ما أريد نحفظ بعض الشغلات أسدلست كنترول 8 كنترول 8 أخرى. عدنا بالستاندرد، أنا دائما هوني دائما أحتاجه، هذا الستاندرد تول بار موجود، يعني هاي كويك كالكوليتر. كويك كالكوليتر يعني بإمكان انه تستخدمها. زين هاي بالستاندرد تول بار. طبعا طريقة أخرى انه السريعة هذه اللي معاك فيها انه تطيق تعمل رايت كليك. لا هذا طبعا مر عندي الامر يعني فرضا لحق مثلا هسه مثلا رايت كليك. انا بالنسبه لي الرايت كليك خصصتونه، انتم بالنسبه لك ما مخصص. فيعني هسه اذا ارجع اعدله انا رايت كليك ينفذ الامر السابق، ترجعوا على
الديفولت الموجود، اروح الى التول، تول اوبشنز، يوزر بريفيرنسز، هذا بس اغير هذا الرايت كليك كاستمايزيشن، يعني اخلينه على الديفولت اللي عندكم انتم. انا اعمله طريقه على مود سريع عندي، يعني هسه انا اذا ادوس رايت كليك هي تطلع لي هذا الاحمان تو بعد ما صار شوف شورت كات شورت كات شورت كات ابلاي اند كلوز ابلاي. هنا اذا اعمل رايت كليك تطلع لي هاي القائمه، هاي القائمه ضمن القائمه عندي الكويك كالكوليتر. لو هاي انت كلكم رايت كليك، بس انا موقف الرايت كليك عملها انه ينفذ لي الامر السابق حتى يصير عندي سريع بال سريع. هذا الكويك كالكوليتر موجود هون نفس الطريقة. عندنا طريقة أخرى عن طريق التولز والباليت، وعندنا كويك كالكوليتر. شوف هذا اللاف كويك كالكوليتر، وعندنا طريقة أخرى من الريبون. الريبون عندنا فيو، هذه احنا عندنا شغل بالهوم، اروح الى فيو، هذا فيو تاب نسمينه فيو تاب، ادوسه الى ان يتغير، واروح الى باليت. هذا الباليت وياني الحاسبه الكويك كالكوليتر يعني مطله. فاذا انا هسه هاي الطرق ذكرها بالملزمه، ثمان طرق. طبعا هاي تاخذ مكان من برنامج الاوتوكاد وتصير مربكه للشخص، ماكو داعي لكل هذا الشغلات على اساس يعني يقول لك امكانيه، لكن هون تعال جيب اللي اذا هذا ثمانيه ولا خمس ثمانيه ولا سبعه ولا خمسه ولا راح تصير كثيره كانما مكتب طياره. فانا اشعر انه هاي من الشغلات اللي تكون مربكه للشخص. هذا راح يكون بوحده. بس انا وقفت التسجيل. هسه احنا يعني راح ابدا بش اسمه، يعني موضوع مهم جدا اللي هو الفلات شوت. الفلات شوت كيف انه انت عندك 3 دي تطلع منه المساقط، تطلع منه المساقط، يعني ما فيو بورت. احنا كنا اخذنا موضوع الفيو بورت، هسه لا راح اخذ موضوع المساقط. راح اتوقف معاكم دقائق باعتبار انه العملي والنظري من بالعشرة ابدا معاكم يا شباب، بالعشرة حتى اذا احد يعني يتجمع شيء بالعشرة. بال11 عفوا، اي بال11 زين، حتى ابدا بالجزء الثاني اللي هو الفلات شوت. موضوع مهم جدا كيف تطلع المساقط. هذا الصف اول يعني يستفادوا منه، بس ما اعرف يعني، بس هي اساسا ما ياخذون 3D. من عندك اي شكل 3D كيف تستفاد منه. زين راح اتوقف شويه ونرجع بال 11. اذا فات اي زائر يعني شو اسمه، يعني احنا
بدينا ونكمل بال 11. هاي استراحه استراحه او ما استراحه عبر يعني نفصل بين العملي والنظري. يلا يا شباب شنو المادة راح امتحن بالنظري وشنو المادة امتحنها بالعملي؟ شو؟ صار المادة امتحن بالنظري. ايه والله المادة إيه؟ بالعمل. إيه؟ يعني هو تعرف اوتوكاد. يعني ما اعرف ايش اقول لك. يعني مو قبل الفصل الاول لي مو وصل لي. راح احدد لكم ان شاء الله مو وين لي وين احدد لكم انا ان شاء الله تقريبا خلصت ضل بس موضوع موضوعين خلصت الملزمه لكن راح اتذكر لي وصل امتحنا وكمل البقيه اوكي يعني مو وصل امتحنا الفصل الاول لي اللي وصلنا
الفلات شوت. اكو شغله اخرى انه كيف ترسم، هاو تو درو فريلي، كيف ترسم يعني يصير عندك مثل القلم الماوس. مرات يعني يستخدم بالشغلات مثلا المعماريه، رغم انه اكو شغلات بلوك كامل مثلا يرسم شجره، يرسم شخص، تحوله الى رسم. الاوتوكاد يتحول الى قلم رسم، انه تكتب بس التسكيف. مريح نباتني، مريح نباتني. كيف ترسم بشكل حر ضمن الاوتوكاد، يتحول الى مثل البينت يعني الماوس يصير عندك. هذا يستخدم مرات بشغلات المعماريه ربما، او اي شغله مرات انت تريد تاخذ خطوط يعني براحتك ترسم، ما تتقيد بالشغلات الموجوده اللي الايقونات. الطريقه انه تكتب سكتش انتر، يطلع لك ريكورد انكريمنت. الخطوط اللي راح تجرها اشقد تكون، يعني هسه مثلا انا راح ابدا بس ادوس انتر. هذا صار لك الكود، صار شوف الخطوط، تلاحظ هاي الخطوط. هسه انا ايدي شايله من هذه بس ماوس عاد احركه، ما عاد ادوس اي شيء، كان من اخلص بس ادوس كليك، من اريد ابدا ارسم مكان بس ادوس كليك. وراح لاحظ انه الخطوط ياخذها خطوط كبيره. انا اقدر هسه مثلا انتر صار خط لون، اذا ارجع مثلا خليني اعمل اندو، اذا ارجع مرت لك سكتش يعني غاد له ضبط السكتش. الريكورد انكريمنت كان خلى 5، احنا نخلي مثلا 0.5 انتر. هسه شوف يعني قللت الانكريمنت الخط، شوف شو صار بيدي، كانما اطيق ارسم مثلا اي شيء كان. من اريد هذا بس ادوس يعني كليك، من اريد ابدا ارسم هم ادوس كليك، واشيل ايدي من الكليك من بس الماوس احركه بالرسم اللي اريده. يعني هسه مثلا نعمل اطلع شتوم، هذا يعني عملت له اسكيب، يعني مثلا هسه سكتش الانكريمنت صارت 0.5، كانت 5 طلع عندنا. مثلا ترسم فرضا يعني مثلا اي شيء كان، مثلا يعني ما انا بس القصد يعني اي شيء كان ترسمه. من مثلا اريد اطلع مثلا لي هوني، ابدا من غير مكان ادوس كليك، من اريد ابدا مثلا من هوني ادوس كليك واشيل ايدي من اصابعي بس احرك الماوس بالرسم اللي اريد ارسمه، من اخلص ادوس انتر حتى يتحول الخطوط الى الخط الاسود. لاحظ انه احنا من عم نشتغل الخط هو لونه، يعني سيلكت سكتش الانكريمنت يسالني بالبدايه، يعني انا اطيق احددها بدون ما اكتبها.
يعني لاحظ انه اول ما اكتب اما يعني اغيرها مثل كتبت سكتش يسالني يقول لي ريكورد انكريمنت اما اكتب له الرقم او يعني مثلا اخلي بوينت واسسها 4.75 او ابدا نقطه ونقطه لخ يمه شوف اسب نقطه ونقطه لخ اقول له هالقداتي معناتها فهسه من راح ارسم راح يعطيني مجال انه او اكتب له الرقم شوف اللون اللون الخط اخضر اذا ما عجبني اطيق اسكيب واذا قطع بعقلي بس ادوس كليك هسه مثلا خلانه توقف حتى ابدا من غير نقطه الدرس هسه اهم اريد لي هوني كليك ابدا من هوني اقتنعت بالخطوط كلها بس ادوس انتر من دوس انتر تسجل الخطوط تسجلت بالبرنامج فهذا السكتش كيف ترسم هاو تو درو فري هاند او فريلي فري هاند هذا هم موضوع اتكم طبعا هاي كل المواضيع ما انا المنهج يعني مخلصه هو كم موضوع فقط بس هاي معلومات لكم قد تفيد وقد لا بس مرات هاي امكانيات هسه راح ناخذ هذا اسجله كل موضوع بحده مش خل عددكم عملية ثانية ثلاثية بس هم راح ارجع تسجيل الاجتماع تاخذ هسه على الموضوع اللي قلت لكم عليه واللي هو الفلات عندنا موضوع انه كيف نطلع المساقط بشكل رسمي من الشكل 3D طبعا هذا يختلف عن الفيو بورت اللي اخذناه الفيو بورت ما يطلع لك الهيدن ما يطلع لك الشات الهيدن هون لا كيف تتحكم تطلعه كانما موضوع البروجكشنز مع الرسم الهندسي راح ابدا ارسم شكل 3D لا على التعيين يعمل conceptual شكل معين مثلا يلا خلي يكون هذا الشكل هذا شكل 3D دينو هيدن بس خلينا نعمل هيدن اخر حتى يظهر عندنا مثلا بهوني
هي مثل هذا اللي اخذ حتى لو شعكم اللي عندنا هذول اللي عملوا قطعه وحده ان شاء الله هذا الخط الجوا شوف هذا مثلا شكل معين لا على التعيين اريد اطلع المساقط مالته التوب فيو والسايد فيو طبعا في كلهم راح يكون عندنا هيدن فاول شيء اعمله انه اروح الى الوجه الفرونت فيو احول الى الفرونت فيو اعتبر هذا الفرونت فيو ما اشكال زين من هاي الخطوط هذه اشيلها زين هذا المنظر طبعا هون لا تنسون اكو هاي كل المفروض تظهر عندي اذن راح اكتب فلات شوت فلات شوت فلات شوت انتر راح يطلع لي هذا الدايلوج بوكس زين ف ديستنيشن مكانه انا راح احدده ماكو داعي بالهذا الخطوط يقول لك باي بلوك الخطوط الرئيسيه للجسم اللاين كونتينوس الاوبسكيور لاينز الخطوط المخفيه هون طبعا قد عندكم ما تظهر هون لازم تعمل له شو تدوس هذا تخلي تيك شو الكلر مالته باي بلوك انا لا اعمل مثلا لون احمر مثلا كونتينوس طبعا تكون خطوط الهيدن لازم تكون متقطعه خطوط متقطعه فاروح الى حتى اطلع هذا الخط اذر واروح الى لود بعد اكو ثلاث نقاط يعني راح يطلع لي واجي ادور على منه نعم هذا ال 5 اكس بوردر 5 اكس بوردر هذا بس ها هذا داشت 5 اكس 2 5 اكس هذا ناعم كلش الا اذا كان عندك رسم كبير يعني ما 5.5 اكس قصدي كان هذا اقل شيء 0.5 اكس هذا اشقر 1.25 هذا المهم اتوقع على ذاك اللي اخذتونه هو اصغر شيء 8.5 اكس وادوس اوكي واشره واوكي شوف هون صار عندي هذا الخط موجود هسه اعمل كرييت شوف الشكل شلون طلع فمعاي هو يخلي الانسيرشن ويصب اللي تريد تخلينه اخلينه في مكان معين هذا هسه دستو انا كانه ما اختفى هو يسالني السكيل فاكتور اشقد ادور انطعاني واحد طبعا واحد ادوس بس انت سالني مال اكس اكسس هسه مال اكس سكيل فاكتور مال واي هم نفس الشيء انت وبعدين قل لي الزاويه تريدوا مائل طبعا لا عدل نفس الصفر كم عندي فادوس رجعني على المكان خلالي هو بالمكان اللي انا اريده اللي انا اريده زين هسه احنا طلعنا باعتبار هذا الفرونت فيو زين هسه انا اريد التوب فيو اللي راح يكون فوق هذا الرسم زين واريد السايد فيو سواء رايت سايد فيو او ليفت سايد فيو من الشكل يا شباب انتم معاي ما؟ وياك استاذ زين حتى اعمل هكذا احتاج انه ادير هذا الشكل دائما لازم الشكل اللي انت تريد تعمل له فلات شوت لان هو ياخذ للشاشه ياخذ للشاشه فلات شوت حتى اذا عملته مثلا ايزومتريك حيطلع هو يطلع هو يعني ايزومتريك الخطوط راح تطلع بشكل طبعا موحش كلش
حتى احتاج بس ادور هذا، اذا اخذ فيو معين كلهم راح يندارون ما راح استفاد. فحتى اعمل هاك الشيء قبل كل شيء اروح على 3 دي ايزومتريك، شوف هذا الشكل، وهذا احتاج هذا افره من واي الى زد، شوف افره حتى يطلع التوب فيو قدام موازي لهذا، من واي الى زد. فاستخدم ال 3 دي روتيشن، هذا 3 دي روتيشن، واشر الجسم فقط هذا وانتر، واجي اختار هذا الخط الاحمر حتى يصير اصفر، نص اصفر يعني اخترتونه. انا قلنا من واي الى زد، فاكتب بس 90 يعني لين يصير. شوف شلون هسه اعاني الشكل المضبوط، عندي هاي الدائره، هاي الدائره خلينا نمسحها، طبعا هاي ما لها علاقه، بس هاي الدائره مال الخطوط اللي اشتغلت بيها. ايه هسه انا ارجع هم نفس الشيء على الفرونت فيو، بس عملته قلبته وارجع الى الفرونت فيو، شوف هالشكل، هذا الفرونت فيو مالتنا، بس التوب هون، وحتى اخذ لقطه للتوب وارجع احطها هون، صار عندي الفرونت وعندي التوب. هم نفس الحالة راح اكتب فلات شوت، فلات انتر. انا الاعدادات كنت عملتوها سابقا خطوط، ما احتاج الا بس ادوس كرييت، بس بتريد تخلينه اكيد اذا خلينه فوق الفرونت فيو، احاول اضبط الخطوط. هذا مضبوط، دستو يخلي السكيل واحد، اقول له ايه. الواي هم نفس الشيء واحد، زاويه طبعا ما اريده مائل، شوف خلانه بالمكان اللي اريده مع الخطوط الهيدن، شوف هاي الخطوط الهيدن عين تركيه. ظل عندنا مثلا ليفت سايد فيو او رايت سايد فيو، انا اطيق اطلع الاثنين هاي بس ابعدهم يعني ما عندي اشكال، سوي اثنين مثلا او هذا الرسم نفسه ابعده. مثلا هوني اذا ردت اطلع مثلا من هاي الجهه او اطلع من هاي الجهه. فهسه عشان نرجع نفس الطريقه اللي عملناها قبل، اروح الى ال 3 دي، اروح الى ال 3 دي زين. اولا ارجع القلب الاولانيه، ارجعه على الوضع الطبيعي مالته. هم استخدم ال 3 دي روتيت انتر، وهم اختار اللون الاحمر، ترجعوا الوضع الطبيعي. المرة ادوس ناقص 90 اكتب، رجع لي هسه هالشكل. هسه حتى اطلع اريد قلبة اللخ، اريده يعني يصير صفحة، انطيني سايد فيو قدام، راح اخذ هذا اللون الازرق الى يصير الاصفر الازرق. ايه هسه مثلا راح اكتب مثلا 90 درجة، فوتونه افتر سكيب، هذا اخذته مال هجي الرايت سايد فيو، بطيق اعمله ناقص 90 ينطيني مال جهه الاخ، هم راح اعمله. هسه ارجع اطلع الفرونت فيو، اروح الفرونت فيو، وهذا الشكل اشنو هذا؟ هذا الرايت سايد فيو اللي يوني راح يكون، يوني راح يكون مكانه زين. فهم اجي اعمل اكتب فلات شوت انتر، هاي رتبناها القائمه كرييت، طبعا لازم اضبط مكانه يعني هوني مضبوط، دستو ادوس انتر انتر انتر، شوف طلعته هذا المسقط، المسقط الفرونت فيو التوب فيو والرايت سايد فيو. اذا اريد اطلع الليفت سايد فيو ارجع نفس الطريقه، اول ما اطلع ايزومتريك حتى ادير الجسم مالتي، هذا الجسم احتاج اديره 180 درجه، هذا هسه فاروح 3 دي روتيشن انتر، واختار اللون الازرق بحيث يصير اصفر، اوكي، واكتب 180
شوف السطعاني الجهة الثانية وارجع إلى الفرونت فيو. فرونت فيو هذا الليفت سايد فيو اللي يكون إيهوني، اللي يكون إيهوني. شوية صغره وأحكم فلات شوت. انتر. القائمة معدة كاملة. كرييت. طلع عندي الشكل. صار المسافة. الانسيرشن كنا خذها. هذا اجي اضبطه بالمكان اللي هوني. انتر انتر انتر. زين هسه انا هذا الشكل بدون ما افكر بالهدين وما اعرف ايش، الجسم طلع لي هذا المساقط، المساقط كلها لهذا الجسم ال 3D. خفف كثير على الطلاب المساقط كيف تنرسم. راح اوقف الايقاف التسجيل.